حياكم الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي نخصصها بمناسبة وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، عزاؤنا للكويت وأهلنا بالكويت وللأمتين العربية والإسلامية. لا شك أن الكويت توشحت بالسواد بعد أن تلقت فورا إعلان النبأ عن وفاة أميره الشيخ نواف الأحمد تعازي القادة والزعماء الخليجيين والعرب والغربيين الذين سارعوا إلى التضامن مع الشعب الكويتي وعزائه في هذا المصاب الجلل. انتقل إلى رحمة الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاماً بعد مسيرة حافلة بالعطاء تولى فيها مقاليد الحكم في 29 من سبتمبر لعام 2020. توج سموه أميراً للبلاد بعد نحو 58 عاماً من العطاء في مناصب عدة خدم خلالها الكويت في عهد عدد من أمرائها الكرام ونال تزكيتهم وثقتهم جميعاً، بدأها بتعيينه محافظاً لمحافظة حولي ثم وزيراً للداخلية ثم وزيراً للدفاع فوزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ثم نائباً لرئيس الحرس الوطني فنائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. وكانت محطة سموه الأخيرة قبل توليه مسند الإمارة هي ولاية العهد وفقاً للأمر الأميري الذي أصدره الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في 7 فبراير عام 2006 بتزكية سموه لولاية العهد. استمر سموه رحمه الله في النهج الذي سارت عليه الكويت فيما يخص علاقتها مع شقائها العرب، فكان يحرص على التنسيق مع القادة العرب في كل ما يخص القضايا العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى. وسار سموه في علاقات الكويت مع دول العالم على النهج الذي لا طالما عهدته الكويت طوال العقود الماضية، من حيث احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السليمة.